السلام عليكم من جديد. في هذه السلسلة الجديدة ديال مقتطفات امتحانات جهوية لسنة 2016 لمادة علوم الحياة والأرض جهة الدار البيضاء السطر، لأن في التمرين التالي يتحدث دائما عن المناعة. لأن راه غنخلي لكم هذا التمرين هذا أسفل هذا الفيديو، كذلك نلقاو في الموقع ديالنا رابط التحميل غتكليكيو عليه، غتسناو العدد التنازلي من بعد غتشارج عليكم في شي بي دي اف وغتخدمو. يعني ضروري انني نخدم التمرين هو الاول عاد نشوف التصحيح، يعني نقدر ندير بوز لهذا الفيديو حتى نسالي الاجوبه ومن بعد نقارن الاجوبه ديالي مع الاجوبه اللي غيكونوا في هذا الفيديو. دونك انا غنركز فقط على الاساسيات ديال يعني الطريقه التي تعتمد من اجل الاجابه طريقه صحيحه على هذه الامتحانات. للعلم بان معظم ديال الاسئله كيتعاودوا في الامتحانات، يعني ان واحد المجال محدود، يعني الاسئله موجهه، كاين واحد الاطار مرجعي هو اللي كيحدد لي هذه الاسئله. ما يمكنش نلقى شي اسئله ديال شي حاجه ما قريتيهاش، يقدر شي حاجه قريتيها ولكن كتعطى بواحد الطريقه هي بدله على داكشي اللي نتايا مولف، سواء في داخل القسم او لا في التمارين التوليفيه. دونك هادشي علاش كيقال اغلبيه اشكال في الامتحانات الجهويه، وتقول لك بانه الامتحان هذا الجهوي صعيب بزاف. دونك تبعوا معايا. إذا التمرين يقول ينتج مرض السل عن الإصابة بعصيات كوخ بيكا. دونك تعرفوا بأن مرض السل اللي هو مرض يصيب الجهاز التنفسي، دونك عندنا هذوك العصيات ديال كوخ اللي هما بيكا، كنزويهم بيكا عصيات كوخ. لمعرفة كيف يتصدى الجسم لهذه البكتيريا نقترح التجارب التالية: تم عزل المصل والكريات الليمفاوية من فأرئة. دونك تسمع مزيان، كنسمع المصل كنسمع الليمفاويات أ. دونك أون فوا سمع الكريات الليمفاوية الليمفاويات ونسمع المصل، راه بحال تنقول لك أنايا هذا راه مضاد أجسام، حيت المصل تيكون فيه مضاد الأجسام، ملي تسمع الليمفاويات راه كيكونو فيهم هما الليمفاويات التي غالبا كيقصدو بهم التي اللي هما هنايا اللي بحال ميز ليا بين نوعين ديال المناعة. كاين هنايا مناعة اللي كيدخل فيها الأخلاط اللي هي المصل اللي هي مناعة خلطية، وهنا كيدخلو ليا خلايا الليمفاوية دونك هي خلوية. دونك هنايا عطيني جوج، علاش عطيني جوج؟ بغينا نديرو بهم التجربة بجوج باش نعرفو نوع الإستجابة المناعية هنايا شكون اللي غيبين ليا النتيجة ديال التجارب. إذا كان رد الفعل بالنسبة لهذه راه نقول بأنها استجابة مناعية خلقية، كان رد الفعل مع هذه الخلايا المناعية التي أو الليمفاوية التي، إنني أتحدث في هذه الحالة على الاستجابة المناعية الخلوية. إذا غنشوف هنايا نتائج ديال التجربة: تم عزل المصل والكريات من فأر أمم مناعة ضد مرض السل. شدي واحد الفار، فار ديجا أنه مناع، دونك هاد الفأر هذا ديجا مناع، خدينا منو مصل وخدينا منو نيفاويات، تنعرف أنايا أن الفأر إذا كان مناع سابقا يعني أنه ديجا كان عنده واحد الكونتاكت مع هاد المريض المضاد أو لا هاد الفيروس واكتسب مناعة، وديك المناعة تنعرف أنها في الدماغ أو لا في الجسم ديال الكائن الحي كاين واحد بحال الكارت ميموار كتسجل، يعني كتسجل هادشي، يعني الفيروس هذا اللي سبق له دخل، إذا دخل مرة ثانية دغيا تيقضي عليه الجسم، ماشي بحال واحد يا الله أول مرة غيكون عنده تواصل بينه وبين هاد الفيروس، يعني غيلقى إشكال. هادي في التالي تنخدمو بهذا الفأر المناع، علاش؟ باش حنايا نبينو بأن إلا خدينا هاد المصل، هاد المصل راه فيه مضادات الأجسام ديال هذا، ولا خدينا هاد الليمفاويات، هاد الليمفاويات راهم بروغراميين من قبل على ان اذا لقاو هاد عصيات كوخ راه يقضوا عليهم تمتم. اذا التجربه تقول: اولا حقن الفأر ب، دونك غنرسم، انا غادي نرسم ورسم بالسيف. دونك حقن فأر ب، هذا فأر ب، باش حقناه بمصل مأخوذ من الفأر أ، حقناه بهذا المصل المأخوذ من الفأر أ. بعد ذلك حقن
هذا الفأر بوصيات كوخ، يعني جبنا ليه دابا هنايا الفيروس خشينا فيه بيكا، دونك إذا درت بيكا راه الفيروس اللي هو مريض المضاد. إذا شنو كيعني أنني حقنته بالمصل؟ حقنته بمضادات الأجسام ودخلت الفيروس، إذا كانت مضادات الأجسام فعالة راه غنقضي لي على هذا. النتيجة يموت الفأر، هذا مات، بمعنى أن المصل ما عندهاش دور، أنا زدتو درت له الفيروس قتلته. يعني فالحالة راه باينة من الديبار أن المصل ما كيدخلش، ولكن باش نزيد نتأكد أكثر بأن هذا هما اللي كيدخلوا، شنو غندير؟ حقنا فأر سي، جبنا فأر آخر سمينا السي، هذا الفأر سي حقنا بكريات لنفاوية مأخوذة من الفأر أ، حقناها بهذا. بعد ذلك حقنا فأر سي بعصية كوخ، يعني كما قلنا هذا الأولاني، غنجيبو له عصية كوخ، غندير له حقن بيكا. النتيجة يبقى الفأر حيا، يعني ما كيموتش. بالتالي شنو كنستنتج؟ كنستنتج بأن اللي في الوجه ما كيدخل، كضمنيا راه باين. إذا السؤال الأول، وضح كيف اكتسب الفأر أ مناعة ضد مرض السل. لما جبنا فأر ممنع، سولوني كيفاش اكتسب هذه المناعة؟ دونك طرق لاكتساب المناعة، دونك الفأر أ ربما كان قد أصيب بمرض مسبقا وشفيه، بالتالي ولات عندو واحد الدائرة، أو لا نقدرو الإنسان أو لا شي شخص اللي تنبغيو نكسبو واحد المناعة ضد واحد النوع من الفيروس، خصوصا حنايا في وقت الشتاء ملي تيكون هنايا هاد مرض السول أكتيف، شنو تيقولك؟ تيقولك سير للسبيطار بالحمى وخو دك واحد الإبرة، هاد الإبرة شنو تيكون فيها؟ تيكون فيها هاد العصرية ديال كوخ، ولكن كتكون بواحد الطريقة ضعيفة بزاف، ماشي بحال القوة ديال هادي، دونك تنقولو أولا أو عن طريق حقن عصيات كوخ وهنا، ملي تنقول وهنا يعني ضعيفة، يعني تنهضرو على هاد الحالة على السمين اللي ما يطلياش الشخص أولا هذا اللي غن اللي غنعطيه هاد المصل. إذا بالتالي عندنا في هاد الحالة وضح سبب كيف اكتسب هاد الفأر المناعة، نقطة. ثانيا فسر سبب موت الفأر بي بعد موت الفأر سي، في نظركم نتوما شنو علاش مات الفأر أ؟ الفأر بي مات، مات الفأر بي لأن المصل لا يوفر له مناعة ضد عصيات كوخ المبكة، في حين أن الليمفاويات التي حقن بها الفأر سي وفرت له الحماية، دونك عطات واحد المناعة ضد هذا الفيروس. بأي نوع من الاستجابة المناعة يتعلق الأمر، إذن قلنا بأنه إذا دخل مضاد الأجسام عندي خلوية، إذا دخلوا الليمفاويات عندي عفوا هنايا خلقية، إذا دخلوا الليمفاويات خلوية. إذن في الحالة عندنا حنايا بالنسبة لهذا السؤال الثالث، بأي نوع من الاستجابة المناعية يتعلق هذا؟ دونك عندي مناعة خلوية لأنها تتم بواسطة الخلايا الليمفاوية وليس بواسطة مضادات الأجسام أو المصل، ممكن تقول المصل راه فيه مضادات الأجسام، طيب باش نعرف شنو كاين. إذا هذا فيما يخص هذا التمرين
شكرا على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.